أنا محمد الأسمر، ترشحت لجائزة السلام الدولي للطفل، وإن شاء الله راح أوصل صوت كل طفل عنا في سوريا للعالم كله. I am Muhammad Aziz Al-Asma, during the war as most of my friends. When I hear the stories of my father and his colleagues, recall memories of school, playing football in the playground, planting trees and cleaning the garden, I fully feel the feeling of that child who was born in a prison, and when someone tried to tell him a story about a bird, he couldn't understand it because he had never seen a bird. بروح يعني على المخيمات، بقعد مع الأطفال، بتعايش معهم، فبشوف إنه بوجوههم يعني ما في وجوههم ما بتدل على السلام أبداً، وجوههم بتبين إنه هن عايشين في زمن حرب، واضح من وجوههم إنه هن عايشين في الحرب. فأنا بحاول وبسعى لأنه خليهم يعيشوا بسلام وأمان، فأحياناً يعني بعمل فيديوهات عنهم بركي حدا هيك بيجي بيساعدهم أو هيك.